مساء الخير أعزائنا المشاهدين، رجعنا وياكم بحلقة جديدة وأول ما نبدي ويا الغنادية. طبعاً إن شاء الله كل يوم ما نشاهد ينزل فيديو، شوي شوي المشاهدات تصعد، صرت تنظيم بالفيديوهات وبالتنزيل. طبعاً بداية لا تنسون اللايك والاشتراك بالقناة إذا ما مشترك، واللايك حتى نصعد الفيديو. بقية المشاهدين يطلع للفيديو. هاي الغنادير اللي عندنا، هذا المقنع الأخير. طبعاً لأن صار عدد بواسطة ضم مديك الجمع فاضل. هذا لو كان هذا فحل وهاي طيارة. طبعاً هاي طيارة بيضة. جورج أفريقيات من الأخضر بيضة. والأوبلاين هم بيضات بيهم جورج. طبعا ذني كان ثلاثة تدرون بيهم، واحد طالع هذا وينه هذا فوق لعلي يصرف صف البارد لي. هذا بقى واحدة فوق بيهم. طبعا ما أدري كان ليش يفتحوهن دياكيونة وقفات. هاي وحدة هاي من الحديث هاي الحديدة مؤخريها وطالع منها. هذا الأبيض طبعا عندنا اثنين النتاية وذاك هم نفيه. هنا عندنا طيور الحب. أنا نفتح فلاش. بسم الله ما شاء الله. هذا فرخة واحد طبعا هي بيضاء أربعة طيرة خضراء وفحلها هذا الأزرق. هنا هذا القفص عندنا هنا هم بيضاء. هاي قصارا ثلاثة خمسة ستة ست بيضات ما شاء الله بيهن شادات مبينات. هذا الفحل وهاي الطيارة. شوف الحجان واضح عندكم. هاي يمكن بعدها لحد الان ما في شيء. طيب فحل اخضر وطيارة زرقاء. شنو السالفة ليش ذني تاخرهم ما اعرف. وهاي نفس الحالة طيارة زرقاء فحل ازرق وطيارة اكساس بيضاء. هذا عندنا الفحل الأليف. هاي المفارقة الطائرة شوف لكم ياها بيت هذا. هذا الفحل الأليف. هاي النتيجة. طبعا هاي تدرون بيه انكسرنا بيضها. طائرة صفرة تكتاس. هذا الجوج هذا البارحة خليتهم جدا صح الأخضر وطيرة زرقاء واضح لكم. هذا الزوج الثاني هم البارحة طبعاً صح الأزرق وطيرة خضر. هناك صح الأخضر وطيرة زرقاء مو هنا بني الزوجة. هذا مستوى كلش حلو الفحل. تركيز ماكو هسه الا صار تركيز. هاي طيارة خضراء هم شوية حلوة بس مو مثل الفحل. الفحل مستوى قوي. هنا عندنا بسم الله ما شاء الله هذا واحد
طبعا هذا ابنها وهذا بيضه. طبعا هذا ابنها وبعد واحدة من البيض مالتها واثنين مال رصاصية واحدة مال انجليزية الزرقاء والاخضر انجليزيات. يعني ما دايزة قرب راسهم راح يموتن حولتهم. هنا عندنا رصاصية بس اثنين بعدها ما طالع فرخة اثنين وبعد بيضتين عندها. هاي طائرة رصاصية هاي هذا اللي صح ولا رصاصي واضح التركيز عندكم. هاي طير كريم من قريب خليه رجع هنا. عندنا هذا الاخضر انجليزي قلت لكم حولت واحده من بيض مالته. ابنه الثاني ميت 100% لان اثنين قبله ماته. وقع عنده وقعد عنده بيضه واحده يمدي الطيره حرامات ما نعلم انه بني احلى كوي تقريبا بطير الحب. اثنين عشان طيور خشنه. هذا الفحل هذا الرصاص اللي ابخ الفحل شفت شلون قبل شويه ركزت عليه يصير هذا ابوه الاخضر ابو ذاك الرصاصي وذاك امه اللي فيها الوياه. هنا عندنا هاي هم استواها قوي طيره زرقاء فحل ابيض هم حلو خوش مستوى. صح طبعا لم يضل طيرته بعد من كل شمع كلام بيضا شراتي إذن كنا بيضا معلاتهم تدرون هذا الزوج الله هم كنا بيضا معلاتهم طائرة خضراء وفحل أزرق هذني عفناهم هذا بيبقى ينشاده بس خلي شنو عشان جرب خلي طبعا هاي الغندورة الباربلو بيضة الثانية طبعا هي هاي تقريبا مخربط وعجب خلي صعب. هاي الغنادير اللي عندنا فيها الوان هاي البار بلو الاوب لاين بعد كم واحد طابات اول هنا تقريبا 15 زوج كنا من الزوج حولناهم تقريبا 10 زواج المهم 10 زواج مرتبه خير من الله بس كوني لازم يطلع مرتب. طبعا طيور الحب بنيته بهن اكو واحد يمكن بهن طلعنا من زوج يعني البارحة بس ما عندنا صانات المشكلة صانات ما عندنا بس ان شاء الله نشوف صانات بعد نعزل بعض منهم نرجع نزيدهم الحرامات يبقى نيش كل ما بهم فايدة قاعدات طيور الحب كلهم تشوفهم الغنادير بهم تشوفهم بهم لا هاي الوان الغنادير الاثنين
انا انتظرني هذا الزوج الجو وضعوهم باردوا انتظرني بيضهم بس لحد الان كل شيء ماكو ان شاء الله على ايام الجاي احنا نجي وفحل جيت مسافر انا ما اعرف الله كريم ان شاء الله خير عندنا احنا باقيين وهنا باقيات شوفوا ايش يطلع من هنا هذا العجنة هذا الباقي على عجلته شاهدينه مو كلش طويل بس راح اخذ مستوى قوي